إن فمي الكيد يقول هذا نشعل كم حق فلسا وعنقيرة كاير مركا أنا وحنا هاريس ومالان يدو نبتلان بيهيد اللي يقول هذا كير واريس ومالان اسكدا وحي كدن بيسي حدوى القضاء إنا بيلاد هاي وحن ولسو عني إلا لابدي كوني تضوي توانكي بشي تمناد شنلاتن كيدي وحن كالهرني لابدي كوني لاتنكي بشي شناد شنلاتن كيدي حسوسا حد قبر عسكا هايستو حد قحوسي كرتان سون بن عبي ها يد درتي ذا وحن دريمي نفسدي ذا إنا نشرو وحن أدوا ذي حتى هم قرانيسا إنا نختار كاكيو أيو قبر دمرك كتروا لي سودوني أيو إنا بي سودوني حاضر أنت هذا قولي كنت نشر وكتش على وانك لها يا كمنا مارمو مع الله هاتي على فكاس وسوك لدى ما دنا قفوك حيقو كان هاي سومالي ده بربركي كويمي ماو سامين وكريه دولة ده إياك لدنبين تيو مادا بل سواحا ونعايبي إياك لفقام كوا أبوريه بلشاد رايدكا إياكو ديغان ديغانو قيب سامي تانينا واشيكا ده أحمد حيديك وويل ديغان هانكسو جيدا سومالي لان حيديك مدلح سنة واحد ولا نولا شاعر وقاضي قبل وشلا وكنا أولاد مجال هذا بوساسو. واحد نسكو برناي قبل داسي سكول تفيد دو واحد نسكو مركا أنسلت شن قاضي سكول كي إني إيجو ترادو تحرير كي يا وحي أنكر ترايا يا إتي سنة أنسلت عني يا وحيا بحاس بدن مركا أركي بنو دول قادم واي نصدي ذا. marka aan iska idi magaranaysaa ka harjaceelkana awood aan u yeelan karo waye inaan gabadhi ka haro awood waxaan u yeelan karo waye walaal inaan ka haro waxaan u diidanaa iyo inay gabadhaasi isameeso waxyaabo kale oo nafteeda iyadu ku jiri karto laakiin wixii iyadii aan ku fikirayay ba aniga igu dhacay oo aan ka dhaqaaqay waxaan ugu dhawaaday ina iyadii aniga dhaqtar aan kula karo oo dhaqtar kale igeeyo waxaan kala kulmay dhaqtarkii aanan iyo xaafadii ugu raadaan gabar tirteed baad isku dilaysa gabar dhamaad doonatid si sharaf leh u tagtid marka aan u doontay iyo waxyaabahi kale ama maskaxdii ka dhaadhicin waayay maxaad gabadha ugu doonan weyday sidaas oo kale jaceelkan iyo waqtiga uu ka halaabayo kale maxaad ugu tagtid in waxaa sheegtay in dhaqtar lagu dhigay oo aad naftaada jiri gaadhay bal aanay bulshada وقت كاس محاضرة أنتي حالة ضعف سهية وحن دريمي نفس الضيدا إن أنشره وحن أدوا ذي حتى هم كرانيسا إن أنا أختار كاكي وأيو دفيدت عن نفتي ذا أنت نسي شلو مركي ولا شيء قلت لي حيابة هن وكلا قبل كلا وثي ليسا قبل هي كلا والله حتى أنا برني إمرد دمين يدو أم بعيد دمي سي يا سيدان سكولا دقنا تعال كا مدين تهلك بعدين تقول سبعتين وحن ولا سعني إلا لبدي كني تدوي توان كي بشي تمنات شنلاتن كذي وحن كلا هرني لبدي كني لاتن كي بشي شنات شنلاتن كذي هذا هو هذا الكيسات شوكتا إن أنت ألقى سكوبر تعال كا بوسا سام سكوبرني مركا بوس سكول كا وحن سكولا برني إن أنا سكول كا درتيد عارف كينو كبلامو مركا عارف كينو كبلامي يتعال كينا iyo waxyaabo badan horta aan kala kulmay wiitaanba oo iyada ah dhankeeda ah in familkeedii ugu raadan jaceelkan waxa ku falaysan waa cunigiiro kaayir marka anaa waxaan ahaa reer Soomaaliland iyaduna Puntland biheed oo ugu raada kaayir waa reer Soomaaliland iskida maxaad ku falaysan maxaad ku nacee maxaad marka waxa lagu diiday in aad tahay reer Soomaaliland nahay bi igu diideen marka waxyaabo badan aan kala soo kulmay ba jaceelkaasi jirta oo gabadha in إن أنت هذا حاله ده يدو حكي كدميس. إذا توين كأو شعيل ككلا كل ما يوحى كم ده إنه كده وهذا ينفتي سكره. أو شعيل درتي إيل كلاديكو. وحى وفرين غير اللي هودا عمري. جبدو شعلا أو شجين لجور سدي. وحى أنا ورتشة يمستقبل إفايا. وحكي كدميسي حد ولا قبعة. إن بيلا ذي. إن كاسونو يقص مثل. ما قاعي. وفوق ما قادرتي. أيقوم ما قادرتي. إن إن أنت هذا تفرن ودرتوا محاولنا لهيد. وح أنا ما كنت هيك رأ مترتوا كنت نشر قولي كنت نشر ما كنت على ما كنت هيا. كمان مارمو على الله هذي على فكاس وسوك هذا ما دنا قفوك حيقو كنا. إن أنت هذا بديد وح تعال ما سميس. ها قبر كلا سمي. سلبي شيء أنا كلا تجني بشي كده ميسي قبر بانسكو برني بورما.
waxa tiray ana waxa ku jiray jacayl uma baahni waxa ku tiray jacaylkaasi aniga ka geejinaya ana dhankayga la igama ka soo wareegay ee dhankayga adkay hayu waayay hayban ku jiray si iskula soconay gabadhii aday hargeysan imi maxaa hargeysa ka doontay uu bigu tiray waxyaabo badan baan ka soo doontaa ku jiray waxyaabo markii ii fulnaan waa soo laabanaya may bigu tiray gabadhii inagu kala dhaqaajay markaa waxaan ku dhawaaday xataa magaraynsa inaan wax jecel aan sameysanba aan ku hagaaginba waqti labaad saas hadii kula dhaqantay dhibaatooyinka jacaylka kala kulantay maxaad hal iyo laba ku xusi kartaa ee adiga naftaada ay geysatay wallaahi waxyaabaha aan kala kulmay magaraynsa iyo dhibaatada aan kala kulmay nafsadayda iyo inaan jecel nafsadayda aan u jaro iyo waxyaabo badan oo aan dee ka maseerayo kale inaan kula dhaqmo baa diiday oo kaga fogaaday jacaylka badanaa iminkana jacayl iyo hadda inaan sameeyo lagama fikiro sababtoo ah hadda kala tignino marka jacaylka laan da niyadda iga sii dhaawacaya mii carafkiigana iska sugaalaygii haboon xasuusa had gabadhaasi ka haysato maxaad ka xusi kartaa wallaahi waxyaabo badan baan kaga xusi karaa sababtoo ah wixii ii sameyn jirtay wixii igula dhaqmi jirtay adii waxyaabo badan oo naftayda aan u jeclahay iyo ii sameyn jirtay banaysta hakamida sawato ah in igu tiraado in mari meen kasta aan la tageyna in mari meen baan isku raacayna adii waxyaabaha naftayda xataa aan u baahan tahay ii sameey jirtay igu dhigi jirtay gabdhahaani xataa ka har walaahi waxyaabo badan oo gabadha aan kala kulmay oo aan ugu haray gabdhaha kale ii jirtaa sawato ah wax gabdha iga reebaya hadda ma jiro laakiin iyada iga reebi jirtay intaas aan u tabayaa gabadha marka ku tirwa la soo doonayaayo inaan bay soo doonaya maxaad dareentaadu jacaylku gabadha u qaaday noloshiisa waxa ay ku yeelatay saameyn aad u xun waxaana wejigiisa laga dheehan karaa mahadhooyinka uu jacaylku kaga tegay heer uu gaadhay in dhakhtar loo dhigo wallaahi waxyaabo badan aan dareemay waxaa jirtaa inaan naftayda ama halbowlahayga aan jiro laakiin halbowlahayga waan jiri kari waayey sunban cabi ha iyada darteeda marka sunta cabtay xaaladdaadu say noqotay se dhakhtar ma lagu dhigay dhakhtar baa la dhigay wallaahi ma kala ogeyn nafsadeeda waxaan kala kulmay laakiin dhakhtarka markaan ka soo kacay daa laygu ihi maxaad ka doonaysaa dhakhtarka maxaad ku falaysaa dhakhtarka oo ugu baahan tahay adii markaas waxaan ku yidhi aniga sunta waxaan u cabay gabadhaa darteed waxyaabaha aan kala kulmay waa dhakhtarkaas iyo xanuun aan ka bixi waayey iyo inaan quraxda aan mari kari waayo sababtoo ah wadnahay dhacayo sababtoo ah oo haddaan xataa qoraxda maro oo aan adkeysan karin ilaa aan biyo isdaba wado mooyaane aniga iyo xidig waxaana dhex martay sheeko markaa dugato qalbigaaga raad ku yeelan doonta waxaana uu sheegay in gabadhu jeclaa loogu diiday inuu somalilan ka soo jeedo axmed xidig familkeeda ayaa la arkay waxay sameeyeen familkeen inay ku dhahaan yaa la sheekaysataa waxaan la sheekaystaa inankaasaan la sheekaystaa markaasaa laygu yidhi inanka yar maxaad ku falaysaa waa reer somalilan adigiina puntland baa ka soo jeedaa maxaad ku falaysaa marka inanka somalilan somalilan darka maadaama anigu waxaan jeclaan jiray keligii inaan iskuul ka dhigto wax somalilan ah oo boosaaso ah markaasi iximiyeen igu dhihi jireen maxaad ku falaysaa gabadhan inankan maxaa ku falaysaa micnaha igu dhihi jireen waxyaabo badan baan wallaahi kala kulmay iyada familkeeda igu dhahaan iskaga harkayar waa soo reer somalilan dare axmed xidig mustaqbalka waxaa uu rajaynayaa inuu mar un la kulmi doono gabadhuu jeclaa balse aniga iyo adiguba ma ogin waxa mustaqbalka dhici doona waayo wax inaga qarsoon khaalid cali ismaaciil c b a t v hargeysa waw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshiisa ma maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa